كثير مبسوط. رح تنام مع أبوك وأمك ما؟ لا، نانديش بس يلي رح ينام مع أمه اليوم، مو مع أمه وأبوه. تعا نانديش تعا. ليش بابا أنت ما رح تنام جنبنا؟ ابني، أبوك بس يلي بيقدر يشرح لك شو هو السبب. تعا. بابا قل لي ليش؟ نانديش، أنت صاير عم تسأل أسئلة كتير كل الوقت حبيبي. نانديش، أنا في عندي شغل كتير للمكتب اليوم، رح أقعد أنا بالغرفة الثانية وخلص شغلي كلياته. أنت انبسط مع أمك اليوم، تمام؟ تصبح على خير. تلاقي الخير. نانديش حبيبي، كل شي رح أقوله هلا رح يعقد القصة أكتر. خلي ميتري تجمع الأدلة اللي بتخص أمك، بعدين بنبقى بنقعد وبنحكي. ميتري بنتي، هذا اللي صار اليوم أكيد أثر عليكي أنتي أكتر شيء. ليش عم تتحملي كل هالضغط؟ خلص رجعي لهون على بيتك. ماما، أكيد أنا رح أرجع على البيت عن قريب. أنا بس بدي نانديش يقدر يعيش من دوني، وكمان بهالوقت ساشين أخي رح يجمع كل الأدلة، وهيك رح أقدر أكشف حقيقة فاسوندرا قدام رفيقتي نانديني. ساشين، أنت قديش بدك وقت؟ أنا ما رح أقدر أعطيكي وقت محدد، حسب كيف بيمشي الشغل معي. أنا عم أخذ قاعدة بيانات الشركة، وبعد هيك بدي أخفي أي أثر لألي موجود، وألا بالآخر رح نحط بالسجن بكل بساطة. خلص حاجة تحكي وركز بشغلك حبيبي. يلا. طيب، تكرم عيونك. أنت كيف بتقول عنها مساعدة؟ هي مربية طفلنا. حبيبي، شو رأيك نجيب طفل تاني؟ شكله في وحدة تانية أخذت مكاني؟ المشكلة بميتري، ليش رفضت الزواج من آكاش؟ في شي صاير وأنت ما بدك تقلي عليه؟ مهم كتير ميتري تلاقي الأدلة اللي رح تكشف تصرفات فاسوندرا بأسرع وقت، لحتى ترجع ناندو مثل ما كانت معنا. نانديش حبيبي، أمك اليوم بدها تحكي لك كتير قصص. يلا طلع، يلا يا روحي الشطور. دخيل هالوش. نانديش حبيبي، أنا رح أحكي لك اليوم قصة الأسد والخواريف. لا مو هاي، بدي قصة الديناصور اللي بتحكي لي إياها أمي ميتري يا نانديني. ابني، طيب خالتك ميتري بتحكي لك هاي القصة كل ليلة، خلينا اليوم نحكي شي جديد. هاي القصة رح تعجبك لأنه كتير حلوة، اتفقنا؟ لا ما حذرتي، أنا بدي نفس القصة اللي بتحكي لي إياها أمي ميتري لأنها كتير ظريفة. طيب حبيبي، رح أحكي لك ياها. يلا نام. يا روحي، كان يا مكان، وبقديم الزمان كان في غابة كبيرة، وبهالغابة كان في ديناصور. انت بلشتي القصة من النص، بلشي من الأول، بلشي من بيتة الديناصور مثل ما أمي ميتري بتعمل بالعادة. طيب حبيبي، رح أحكي لك القصة مثل ما قلت. كان يا مكان، وبقديم الزمان في حدا لقى بيضة ديناصور موجودة بالغابة. بعدين شو يلي صار؟ تتشقى بيضة الديناصور تحت الشمس القوية، وبعدين بيطلع منها ديناصور حلو وكتير صغير. شو حلو؟ انت بتعرف كل شي، طيب شو بيصير بعدين؟ اوف، شو هاد؟ انا اللي بدي احكي القصة ولا انت؟ اذا ما كنت بتعرفي احداث هاي القصة روحي اسألي امي ميتري.
نانديش حبيبي، قصص ماتري كتير مملة ومو حلوة بالمرة. شو رأيك نتفرج سوا على فيديوهات كتير ظريفة؟ اتفقنا؟ لا، شو عم تساوي؟ أمي ماتري بتقلي إنه الفرجة على الموبايل آخر الليل كتير بتأذي العيون. نانديش حبيبي، إذا كانت خالتك ماتري هي عن جد خايفة على عيونك، ما كنت لابس نظارات من الأساس، والفرجة على الموبايل ما راح تساوي شي، عادي. شو بدك بماتري؟ تعال شوف. يلا خلينا نتفرج. خلصني؟ شو صار؟ ليكي شوفي. طيب اشتغل. ضروري جيب تفاصيل هذا الرقم، وإلا فاسوندرا رح تبعد ناندو عني كل العمر. نانديش، ليش هيك؟ بالأول تعبني كتير لحتى نام، وهلأ عم يضربني. أنا داء خلقي. أختي، قدرت أعرف لمين الرقم؟ اللي لمين؟ ومين غيره؟ اللي مزيف شهادة الجامعة، راج كومار. راج كومار؟ ليش هيك شكلك مخربط؟ كأني شايفتك من قبل، حتى صوتك على الموبايل وقت اتصلت فيني حسيته مألوف. صوتي أنا؟ ما رح خليك تنظمي عرسي ولا تتدخلي فيه حتى. راج كومار، أنا كان لازم أعرف لحالي إنه فاسوندرا ورا كل شي. ساشين، ليك صار معنا أول دليل ضد فاسوندرا. هي اللي خلتني روح على المدينة المائية لحتى شوف ناندو أشيش هنيك وتصير الخناقة. هي عم تخطط لكل شي وكتير ذكية. وهذا الدليل الثاني، المحادثة بين نانديني وإمها فاسوندرا. أنتي متأكدة بخصوص هذا الشاب؟ أنتي طلبتي مني وأنا لهيك جبته. أنا متأكدة من الموضوع، بس المهم آكاش لازم يجي مع العيلة تبعه لعنا هاي الليلة، وما بدي ماتري تكشفنا، لأنه على هاي الحالة ماتري رح ترفض كل الفكرة. أنا ما عم أقدر صدق. شكراً أخي. هلأ ضل علينا بس آخر دليل.